اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا فيها نجم كبير جدا لان مش هتكلم عليه كلاعب لكن كمان كمدرب. سبق لي تدريب العديد من الفرق والمراحل السنيه المختلفه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وايضا عمل في الدوري المصري مع انديه مختلفه ابرزهم كان نادي الجونه. الفتره الحاليه ليه تجربه مع نادي الصيد في الدرجه الثالثه، وتجربه اكيد هنساله عن المستوى والاداء والظروف المواتيه بالنسبه للفرق في هذه الاقسام المختلفه. ضيف وضيفكم الكابتن امين عرابي، نجم النادي الاهلي الاسبق والمدير الفني الحالي لفريق نادي الصيد. منور الدنيا يا كابتن امين. منور بيك يا محمد، وانا سعيد ان انا معاكم في قناه النادي الاهلي. منور، انا مش عايز اقول لك منور في بيتك. الله يخليك. طبعا اكيد، بس انا يعني سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وسعيد ان انا موجود مع المجموعه دي كلها. تجربه جديده شويه. والله مش جديد عليا، لان انا اشتغلت قبل كده برضو في نادي الصيد، وعلاقتي بيهم كلهم كويسه كلاعيبه وكمجلس اداره وكمجموعه يعني. لما جم طلبوا مني السنه دي ان انا يعني ارجع امسك الفريق الاول وقطاع الناشئين، يمكن انا رحت واعتذرت للكابتن فتحي مبروك واعتذرت عن النادي، لانها تجربه انت عارف برضو لازم تخوض تجارب في حياتك عشان تعرف انت واقف فين. وبتنقل خبراتك من هنا لهنا لهنا. اعتقد النادي الاهلي اولا غني بابنائه، غني بمدربينه، غني بكل ناسه، مش هيقف على حد ولا انا ولا غيري. فكابتن فتحي مبروك صراحه يعني تقبل الاعتذار، وكان لسه ما عملش الجهاز، ورحت اخوض التجربه وربنا يكرمنا فيها ان شاء الله باذن الله. الحمد لله انت دلوقتي احسن، كان بقالك اسبوعين كنت تعبان جدا. والله جات لي فتره كده الحمد لله، يعني عديت منها الحمد لله بخير. دور برد وتغيير الاجواء؟ لا والله كان يعني حصاوي كده في المراره وشغلانه كده يعني. الحمد لله. الله يخليك. الله يكرمك. الله يخليك. العمل في تدريب صعب جدا. جدا يعني، انت مشكلتك ان انت بتتعامل مع الناس مباشره. يعني زي حضرتك انت عارف ايه اللي بيمثل على المسرح، يا الناس تسقف له يا مش عاجبها، بياخد درجته وهو واقف على المسرح على طول. انت كمان كمدرب بتاخد درجتك وانت واقف، بس المشكلة ان انت حتى لو انت على المسرح بيبقى ادائك انت. في الملعب بيبقى اداء اللاعبين مرتبط ب 11 لاعب طبعا، لان انت ممكن تكون بتشتغل ايا كان، بتشتغل كويس او وحش، انت بتتعامل مع 11 لاعب جوه الملعب. ظروفهم النفسية مختلفة، السيكولوجية عندهم مختلفة، اداؤه النهاردة بيبقى ايه، دي بتختلف كتير جدا. فانت بتحضر وبتجهز، انا بتكلم على المدربين عموما يعني. فكل مدرب يعني ظروف لعبته هي اللي تساعده او ما تساعدوش جوه الملعب، وحسب اليوم بتاعهم، هل هم فايقين، هل هم مركزين، هل هم بتفرق كتير قوي يعني. ولكن ده قدرنا ومهنه احنا امتهناها وراضين بيها والحمد لله ماشيين يعني. طيب شغال مع الفريق الاول نادي الصيد، وفي نفس الوقت ليك مسؤوليه مهمه جدا. مسؤوليه قطاع الناشئين. اكيد يعني، انا الحمد لله بفضل الله يعني دي ثقه من مجلس الاداره بقياده كابتن محسن طنطاوي وكل المجلس اللي معاه، وانا شرفت بالعمل فيها. انت عارف الواحد الحمد لله من سنه 85 وهو شغال في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، الحمد لله بقت عندي خبرات كبيره جدا. طلعت اجيال كتير لا وتعلمت كتير يعني، اتعلمت كتير. انا عايز اقول لك يا محمد، انا مش بتكلم عشان النادي الاهلي، النادي الاهلي مدرسه كبيره جدا في كل حاجه، في كل حاجه بتتعلم منها. اتعلمت ازاي ابقى مدرب، اتعلمت ازاي النواحي الاداريه، اتعلمت ازاي افكر في قطاع الناشئين، اتعلمت. فالحمد لله يمكن انا خدت التجربه دي لان هي تجربه جديده عليا جدا. ومن خلال تجاربي اللي فاتت مع قطاعات الناشئين في النادي الاهلي، لا فيعني هي ميزه ليا ان شاء الله باذن الله فيها تطور، وانقل خبراتي اللي انا خدتها كلها لقطاع نادي الصيد. واعتقد ان هم عايزين يعملوا حاجه، وان شاء الله يعني نقدر نعمل لهم حاجه تليق باسم نادي الصيد اللي اتعلمناها من النادي الاهلي. من شويه كان معايا واحد من ولادك الزيات. طبعا لعيب. لعيب كويس. وكان محترم ولعب في النادي الاهلي لدرجه اولى، كان من احسن اللعيبه، ولعب في المصري ولعب معنا في الجونه يعني. الحمد لله بفضل الله الواحد يعني، مش انا يعني، انت عارف مفيش مدرب بيعمل لعيب لوحده. اللعيب بيمر على اكتر من 10 12 مدرب طول حياته، التاريخ يعني تاريخ اللعب بيعدي على انت بتدي له جزء وغيرك بيديله جزء وغيرك، في الاخر بينضج ويبقى لعيب كوره كويس. طيب النهارده انا عارف كان عندك مباراه وحرصك على تكون موجود معانا. اكيد اتفقت وخلاص، كنت من النهارده معانا في الحلقه، لكن مباراه النهارده عملت فيها ايه؟ كنت بتلعب مين؟ والله احنا كنا بنلعب النهارده الشرقيه الدخان في كاس مصر، اتغلبنا 2-0.
كنا بنلعب الشرقيه في الشرقيه، طبعا نادي الشرقيه برضو مختلف، انا مش عايز اقول لك احنا ظروفنا مختلفه عن اي نادي. بالذات في الفريق الاول. انت لعبت بالفيرست تيم؟ ما هو الفيرست تيم ده كاس مصر. تمام. كل الانديه اللي احنا بنلعبها في الدوري بتاعنا كلها انديه محترفه، بتجيب لعيبه محترفين، بتصرف عليهم، بتديهم فلوس. نادي الصيد ليه طبيعه مختلفه شويه. ان انت ما بتعتمدش غير على اولاد النادي. قطاع الناشئين. قطاع الناشئين واللعيبه اللي كانت في الدرجه الاولى. بس. فطبعا انت ما عندكش الامكانيات الماديه اللي بتصرف على الولاد دول، يعني انا يعني ما بديش اللعيبه حاجه خالص، اكتر من مكافئات ماتشات ما بديش. فاللعيبه بتيجي بتحب ناديها وبتلعب. الحمد لله احنا اول ماتش في الدوري اتعادلنا 1-1، كان قبل بدايه الدوري يوم السبت اللي فات. النهارده كان كاس مصر. انا بيني وبينك اهتمامي الاكبر بالدوري مش بالكاس. كاس مهما هتوصل هتروح فين في النهايه. لكن النهارده يمكن حتى لعبت بجزء كبير من اللعيبه ناشئين مواليد 2000 و2001 و99، ويمكن دي بقى اللي انا بقول لك عليها الجراه اللي علمهاني النادي الاهلي، ان مفيش كبير في الكوره. تمام. العب طالما تقدر وطالما تقدر تادي. والولاد النهارده الى حد ما ادوا، مش هقول ان هم ادوا بكفاءه عاليه، لكن ادوا في حدود امكانياتهم، في حدود ظروفهم. ضد فرقه نازله من الممتاز بيه، فرقه كويسه بحترمها جدا، معاهم نجم كبير من نجوم النادي الاهلي الكابتن علاء ابراهيم. عملوا ماتش كويس يستحقوا المكسب، عشان ادي كل واحد حقه، ونقول لهم ربنا يكمل لكم في اللي جاي، واحنا نمشي بقى في سكه الدوري. الكابتن علاء هو اللي بيقود الشريق. علاء ابراهيم. علاء ابراهيم. من المدربين الممتازين ومحترمين ومؤدب بصراحه. يعني كان ماتش انت عارف ايه، يعني ماتش اهلاوي خالص. اهلاوي خالص. لكن في النهايه ما هو لازم فرقه تكسب وفرقه تخسر. واللي انا عايز انقله، يعني حتى بننقله دلوقتي للعيبه، التجارب اللي احنا بننقلها للعيبه، خلاص الماتش خلص بنروح نسلم ومبروك وهارد لك، وهي الدنيا كده. لازم الناس تبقى عارفه كده، والثقافه دي توصل للجمهور. وهي الرياضه الهدف منها ده. هي دي. يعني احنا بنلعب رياضه، مش يعني بنحارب. هنتخانق ليه ونحارب بعض ليه؟ ما احنا بنشوف في اوروبا، بيبقى مغلوب 5 ويروح يسلم ويقف ويحترم الخصم وخلاص، مبروك انت كسبت، انت عملت عليك، انا ما عملتش. هي دي الثقافه اللي لازم تتنقل للعيبه، تتنقل للاجهزه الفنيه، تتنقل للجماهير، عشان نطور نفسينا زي الدوريات العالميه اللي احنا بنشوفها. واحنا بنتكلم على كاس مصر النهارده، انا اعتقد في مباريات كتير ما اتلعبتش، ومش عارف الاسباب. يعني انا النهارده صحيت على خبر معظم الانديه مش عايز تلعب مباراه الكاس. ما انا هقول لحضرتك ايه اللي حصل. هو اللي حصل ان اتحاد الكوره في بدايه الموسم لغايه اول ماتش في الدوري عمل لائحه ان في 2 هينزلوا من كل فرقه في القسم الثالث. في القسم الثالث هم حوالي 7 مجاميع او 8 مجاميع. تمام. في مجاميع 14 فرقه وفي مجاميع 12 فرقه. فوجئنا ان اول امبارح بعتين جواب ان هينزل 5 من كل فرقه، من كل مجموعه. 5 من كل مجموعه. 5، وفي مجموعات هينزل منها 4. فطبعا دي صعبه جدا، تنزل 40% من قوام الدوري بتاعك. طب ايه الاسباب؟ محدش عارف. وبعدين مفاجاه، يعني انت مفروض اما تيجي تعمل قرار زي ده لازم تجمع الجمعيه العموميه والانديه توافق، يعني اخترني الاول وانا ابقى موافق على الشروط عشان العب. لكن هي جت فجاه. فاعتقد ان في انديه النهارده كلها في كاس مصر غالبا في الشرقيه اغلبها، وفي المنيا وفي في بني سويف، راحوا الملعب بس ما لعبوش. ما اعرفش قرار اتحاد الكره يبقى ايه، لكن هي فيها الفرقتين ما لعبوش. الفرقتين ما اصل مش هينفع يصعد فرقه على حساب الثانيه، الاثنين ما لعبوش. انا ما اعرفش بقى قرار اتحاد الكره يبقى ايه، لكن هي لازم ليها موقف، لان ما ينفعش ابدا الموسم بلايحه وبعد كده اغير وبعدين اغير وانت بدات. يعني انت بدات وبدات تجهز نفسك على هذا. فاعتقد 5 كمان كتير قوي، لان احنا مشكلتنا في مصر ان احنا لازم نوسع القاعده. احنا ليه بنضايق القاعده؟ يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، مشكله كبيره السنه دي 97 اللي لغوها. 75% من اللعيبه مش لاقي اماكن. يعني انا جالي لعيبه مش لاقيين حته يروحوها. من ال 97. من مواليد 97، من الاهلي والزمالك وكل انديه مصر، ولاعيبه كويسه. طب ما انت بتقضي على جيل. انت بتقضي على جيل. طب ليه انا ما وسعش القاعده؟ وخليه فريق امل. وتحت انت وسع القاعده بتاعتك والعب. ما المانيا فيها كام لعيب كوره؟ 5 مليون. احنا ما كملناش 2 مليون لعيب كوره. انت فاهم؟ ليه احنا ليه بنضايق القاعده وعايزين نعمل لعيبه كوره ومصر ملياء؟ شوف انا اشتغلت في قطاعات الناشئين كتير جدا،
مصر مليانه لعيبه كوره ولعيبه كوره كويسين، بس احنا بنيجي في وقت ما بتوفر لهاش المكان وبنهضم اللعيبه دي. يعني انا فاكر برضو من كام سنه لغينا مواليد 95 وبرضو اجيال بطلت، ممكن يطلع لك اتنين لعيبه كويسين، ثلاثه لعيبه كويسين، مكسب طبعا، ده مكسب ليك او لمنتخبك. طب احنا ليه بنيجي في وقت ونرجع؟ عشان احنا للاسف الشديد ما عندناش بلان او تخطيط لقدام 10 سنين قدام، قرار وقتي وتبقى المنظومه ماشيه 10 سنين، هو ده الشغل وهو ده النظام. يجي بقى امين، يجي محمد، يجي فلان، هي دي منظومه شغال عليها المنتخبات وشغال عليها الانديه وشغال عليها كل الناس. للاسف احنا ما بنعملش كده، احنا كل اللي بيجي بيخطط لنفسه، انا عايز كده يبقى كده، انا مش عايز كده خلاص مش كده. فمش مصلحه الكره في مصر انها تمشي كده. طيب المشكله حاجه بتتكلم فيها دي مشكله في القسم الثالث برضو. من شويه كان معايا محمد الزيات بنتكلم ان في مشكله ثانيه كمان موجوده في القسم الثاني في الممتاز به، ان عايزين يطبقوا دور المحترفين، ففي انديه كتير رافضه الموضوع دوت. شوف انا لو هطبق دور المحترفين ما فيش مشكله، بس الانديه الثانيه هتلعب برضو في دوري محترم لكن ما اقضيش على الانديه كلها، انت فاهم؟ وبعدين تعالى انت عايز تعمل دوري محترفين لانديه القسم الثاني، صدقني الكره النهارده صناعه، الكره النهارده فلوس، معاك فلوس هتعرف، ما معاكش مش هتلعب. بالظبط، ولا احنا مش متفقين على كده؟ ده طبعا. طيب تعالى اذا كان في الدوري الممتاز في 3 4 فرق مش قادرين يجاروا الفرق الكبيره، صح؟ مظبوط. طب انا هعمل دوري محترفين ازاي؟ هعمل دوري محترفين ازاي؟ في فرق في الدوري الممتاز لغايه دلوقتي ما اديتش اللعيبه فلوسها، فما بالك بتحت. عشان تعمل دوري محترفين لازم يبقى ليها قصه كبيره قوي، تجيب مستثمرين، تهيئ المنظومه الاول، تهيئ المنظومه الاول، وتبقى عارف ان كل نادي فيه مستثمر او فيه سبونسر قوي هيصرف عليهم اللعيبه طول السنه، هتلاقي فلوس، هتلاقي الفلوس بتاعتها، الماديات بتاعتها موجوده، تقدر يبقى فيه دوري قوي. لكن انا اقول دوري محترفين مجرد ان انا اعمل دوري محترفين وبعدين الاقي فرق مش قادره تسافر مثلا، يعني انا هديك مثلا اسوان في الدوري الممتاز اكتر فرقه بتعاني. انا ليا يعني صله قرابه برئيس النادي اللي هو احمد سليمان. طب بمناسبه صله القرابه، معايا على التليفون حد قريب منك قوي، معرفش اتقررت قبل كده ولا ما حصلتش قبل كده؟ الله اعلم. طيب. حسب ايه؟ حسب الصله. حسب الصله. طب جرب كده اقول الو. الو. الو السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لك بقى امين ولا كابتن امين؟ ده اسامه. طالما قال كده يبقى اسامه. طالما قال كده يبقى اسامه. كابتن اسامه ده ما عرفش صوتك، ده ما عرفش صوتك على فكره. لا لا طالما قال كده. استاذ محمد اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بيك وطبعا بامين وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا كابتن. عايز بس اهدي النفوس اقول لك على حاجه، كابتن امين ما عرفش صوتك في الاول. لا لا عرفته. عرفته؟ ازاي بقى؟ امال ايه؟ اول ما قال اقول لك كذا وكذا خلاص. انت بس اديته السين، اديته كلمه في البدايه السين كده في الاول. على فكره استاذ محمد احنا الاثنين صوتنا قريب جدا من بعض. يعني اللي بيتكلم في التليفون ما يبقاش قادر يميز. في ناس كتير بتتلخبط. كتير قوي بيتلخبطوا، كتير قوي بيتلخبطوا في الصوت، حتى يعني قرايبي ساعات بيتلخبطوا في الصوت بيني وبين امين. طب ودي استغلتوها في الكوره بقى مع حد ولا ما كانش ليها مواقف؟ لا 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 مستغلين. لا ما كانش ليها مواقف، بس ممكن مثلا يحصل بكلم خالتي مثلا تلاقيها تفتكر ان انا امين. في نطاق العيله يعني. حصل لبس يعني. ايوه ايوه مظبوط مظبوط. طب عايز اقول لك على حاجه، يمكن دايما في عرف الكوره لعيبه الكوره بتبقى مع بعضها، يعني ايه الاثنين الاخوات، ضربنا امثله كتير قبل كده، يعني شمس حامد وبدر حامد. اتكلمنا مثلا في عبد الله جمعه وصالح جمعه. الو؟ طيب انا هقول نعيد الاتصال تاني بالكابتن اسامه عرابي. مفاجاه. اكيد. انت قلت صله القرابه ف ما اصل اول مره. كان حاضر. اصل اول مره. اول مره. اول مره. فلا يعني هي طبعا حاجه كويسه يعني. انتوا كنتوا مع بعض في نفس التيم؟ لا لا هو اصغر. اصغر. اسامه اصغر. اسامه اصغر فرق كام سنه؟ ما بلاش بقى. ما بلاش. لا ثلاث سنين. ثلاث سنين. يعني هو اصغر ثلاث سنين. طب انتوا الاثنين لعبتوا كوره ازاي؟ لا واحنا طول عمرنا بص زمان ما كانش زي دلوقتي. زمان كان كل الناس بتلعب كوره في الشارع.
وكل الناس دوريات في الشارع وفي المهرجانات في الشوارع والكرة الشراب، وكان احنا لينا فرقه بنلعب بيها في المنيره، والمنيره يمكن طلعت لعيبه كتير قوي، الكابتن فاروق جعفر، الكابتن عايز حسن، الكابتن عايز هنداوي، طلعت نجوم يعني، طلعت نجوم كبار. طيب رجع لنا الكابتن اسامه تاني. اتفضل كابتن اسامه. ايوه كابتن امين كان بيتكلم بقى على المنيره والكوره في الشارع زمان، وطبعا زمان غير دلوقتي خالص يعني. طبعا انت زمان الشوارع كانت فاضيه في السبعينات والثمانينات، الشوارع كانت فاضيه يعني، عدد الناس اللي كان عندها عربيات قليل جدا في معظم مصر يعني. فعشان كده كل الشباب والاطفال وبتاع كانوا بيلعبوا في الشوارع، فاحنا بقى في المنيره يعني لعبنا في كل شوارعها وحواريها تقريبا، وحتى المناطق اللي محيطه بينا زي المانيال والسيده والقلعه وكل المناطق دي لعبنا فيها طبعا كره شراب يعني. طبعا. طيب قول لي بدات الكره ازاي يا كابتن اسامه؟ لان الكابتن امين بيقول لي اكبر منك بثلاث سنين، فبدا هو قبلك جت ازاي؟ يعني فكره اللعب الكره جه ازاي؟ الكره انت عارف اولا عندنا احنا نجوم كتير في المنيره زي فاروق جعفر، حماده امام الله يرحمه، احمد ماهر، مجدي امام، في لعيبه كتير قوي كانوا في المنيره يعني. فكنا بنشوفهم بيلعبوا، كمان اصحابنا اللي اكبر مننا او اصحاب خلاني وكده. فالموضوع جه كده ممارسه واحنا صغيرين، عندها 6 و7 و8 سنين، وبرضه في المدرسه من اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وانا بلعب في الشارع وفي المدرسه. وابتدت بقى بعد كده مع السن ابتدينا نعمل بقى فرقه كل واحد حسب سنه يعني. فامين كان عنده فرقه في السن بتاعه، وانا كان عندي فرقه، وكنا بنلعب بقى في الدوريات في رمضان او غير رمضان او ايام الخميس والجمعه بعد المدرسه في الاجازه يعني. ف موضوع كان كله بقولك كله يعني كل الاطفال والشباب في الوقت ده كانوا بيلعبوا في الشوارع في مصر كلها يعني. طيب وخطوه اللعب للاهلي بالممارسه كده، وابتدت الناس بقى تعرف ان في حد ممكن يبقى كويس، لعيب كويس، ناس ابتدت تتكلم عليا، والموضوع بقى ابتدى كده يعني. هو ليه قصة غريبة في النادي الأهلي. إزاي؟ هو راح اختبارات النادي الأهلي ومشي. كنت أنت موجود في الأهلي ساعتها؟ كابتن هاني مشاه. وبعدين راح المقاولين العرب. لعب لغاية 21 سنة. تمام. وبعدين في 21 سنة جه كان مدرب أجنبي في المقاولين، لغى فرقة ال 21 وصعدوه هو مع الفريق الأول. قال لهم بس مش أيدكم. مش هتأيدوا في الفريق الأول. تمام. فهو زهق. فلينا واحد صاحب خالي يعني وزملكاوي جدا، قال له تعالى هاخدك تلعب في نادي الزمالك. وخد تمام. كان يعني راح نادي الزمالك، كان جيله إسماعيل يوسف وأشرف قاسم وأحمد رمزي و... تمام. كابتن أسامة سمعنا أكيد. سامع. وراح نادي الزمالك. مرن تمرينتين، فجه قال لي أنا مش الوضع مش عاجب يعني، مش كنت حاسس. حركه كابتن امين كنت موجود في الاهلي؟ لا انا كنت موجود في السكه الحديد. كنت في السكه الحديد. قال لي انا مش عاجبني الوضع. فالمهم غاب شويه، فكان ساعتها المدرب الله يرحمه ويحسن اليه كابتن احمد مصطفى في نادي الزمالك. فراح له بعد كده قال له يا ابني نادي الزمالك مش باقي على حد، لو عايز تلعب تلعب، مش عايز تلعب. فاللي هو قريبي ده اللي خده، صاحب خالي ده زملكاوي جدا. تمام. خدوا نزل بيه وهم نازلين راكبين الاتوبيس، كان الاتوبيس بيقف بيعدي من على كوبري الجامعه. تمام. وكوبري الجامعه كان جنبه نادي النيل بتاع الكابتن احمد ماهر الله يرحمه. فنزل بيه، كان صاحب كابتن احمد ماهر جدا، نزل بيه قال له ده فلان، فالكابتن ماهر عارفه لانه لعب ضده في المقاولين. قال له بكره تجيلي تسافر معايا، كان اسيوط تقريبا، كان فرقه كابتن احمد شوبير وكابتن محمود صالح، كابتن يعني مجموعه علاء ميهوب تقريبا، كان مجموعه كبيره يعني. وراح معاهم ولعب والدنيا مشيت معاه وبقى في النادي الاهلي. يعني بوريك المفارقات بتاعت لعيب الكوره. يعني عشان كده حتى احنا بنقول للناشئين ما يبقاش همك كله انك تلعب في نادي معين بعينه. ممكن ما يعني ما تتاخدش هنا، لكن ممكن تمشي في حته ثانيه وتبقى نجم نجوم الكوره في الدنيا كلها. كابتن اسامه. ايوه
رب صدفة خير من ألف معاد. مظبوط. صح؟ الموضوع صحيح عايز تعب وكده، لكن مفيش شك انه في توفيق برضه. يعني احيانا ربنا بيسير لك الامور كده في اتجاهات انت ما تكونش حاسب لها حساب يعني. وزي ما انا سمعت امين بيقول ان الاطفال والشباب اللي عايزين يلعبوا كوره ساعات احيانا بيروحوا في حته وما يوفقوش، يروحوا في حته ما يوفقوش. لازم يكون عنده اصرار وعزيمه، لان ممكن من ثالث رابع مره خامس مره تمشي الامور وتلاقي السكه بعد كده اتفتحت يعني. وده حصلت مش معانا بس، من لعيبه كتير جدا جدا راحوا الاهلي او زمالك او كده ما وفقوش، او انديه ثانيه وراحوا لاماكن ثانيه والامور مشيت معاها يعني. بس القصه في اصرار وعزيمه وطبعا اكيد لازم يبقى في توفيق برضه. القصه دي اول مره تحكي يا كابتن اسامه؟ لا 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 لا، حكيتها قبل كده، حكيتها قبل كده يعني في اكتر من لقاء يعني. تمام. طيب كابتن امين، كان معاك يعني جيت النادي الاهلي بعد كده ولا فضلت في السكه؟ لا لا في السكه، فضلت في السكه. ما بطلت يعني. لعبتوا قصاد بعض يا كابتن اسامه ولا ما كانش؟ هو اصغر. ما هو اصغر بس. لا انا لعبت في الجيل اللي هو في النادي. لا لكن في الشارع. لا انا في الشارع براحتكم بقى. انا لعبت في الجيل اللي هو كان مجموعه يعني بتاع واحنا كنا اصغر، بس كنا بنلعب مع بعض احيانا، بس احنا اللي كنا بنكسب. هو اللي كان بيكسب. بيضحك عليك. بيضحك عليك. انا عايز انا الجيل اللي كان بيلعب ضدي في النادي الاهلي يعني مش عايز اقول لك، لو قلت لك الاسماء تتخض. مرحوم عادل عبد المنعم، محمد عباس، جمال جوده، جمال الجندي، فوز كوتي. لا كانت فرقه تخض يعني، فرقه درجه اولى. فقصد اقول لك ان الكوره زمان مختلفه تماما. طب الكابتن اسامه كان بيجي الماتشات كان بيشجعك ولا بيشجع الاهلي؟ لا اكيد بيشجع الاهلي. هو في حد ما بيشجعش الاهلي؟ اذا كان احنا كنا بنشجع الاهلي. لا بص، هو قصه كمان انا عايز اقول لحضرتك حاجه. يمكن احنا واحنا صغيرين والد الله يرحمه كان اهلاوي لدرجه غير طبيعيه يعني، متعصب جدا. ويمكن هو ده اللي خلق فينا كلنا حب النادي، حب النادي الاهلي. يعني انا فاكر وانا صغير زمان كان ياخدني معاه الماتشات في النادي الاهلي ولازم يروح، ومفيش ماتش يفوته لما واحنا صغيرين في النادي الاهلي، لازم يروح ويتفرج على الماتش ويقعد. فقصدي اقول لك هي دي اللي بتعمل القصه كلها. لكن لو رجعت تاني بقى لموضوع الناشئين، اللي انا بقوله بقى لاولياء الامور دلوقتي، لان انا عاصرت وشفت الناس متمسكه قوي ان ابنك يلعب في النادي الاهلي فقط. ما هو كابتن اسامه ده اكبر غلط. لا ده كتير جدا. انا وديتك امثله كتير كتير جدا. ليه انت متمسك؟ ما هو انا كمان في النادي الاهلي او اي نادي انا ملتزم ب 25 لعيب. ما ينفعش اخد 40، ما ينفعش اخد 60. تمام. فممكن ابنك ما يبقاش كويس دلوقتي او هو عندي مش دوره، لكن يروح حته تانية يبقى نجم، ونجم كبير، وممكن ترجع انت تجيبه تاني. طيب كابتن يعني كلمه اخيره تقولها في ختام هذه الفكره، لان هي فكره اول مره كابتن اسامه عرابي وكابتن امين عرابي يكونوا مع بعض في مداخله مع بعض، وناس كتير ممكن ما تكونش عارفه ان الاثنين اشقاء واخوات. ليه؟ كل الناس يعني عارفه. ممكن ناس كتير. لا لا ناس كتير في مدينتكم مش واخده بالها. فايه الكلمه اللي تحب تقولها في ختام هذا الحوار، او تكلمنا عن العيله نفسها في البيت لما كنتوا بتلعبوا كوره، الجو كان بيبقى عامل ازاي؟ هو في السكه وانت في الاهلي؟ لا ما طبعا يعني والدتي تبقى قلقانه علينا على طول، لان هي ما كانتش عايزانا نلعب كوره. هو والدي الله يرحمه اللي كان اهلاوي جدا، ورغم ان هو اصلا مدرس يعني مهتم بموضوع التعليم جدا لاخواتي كلهم، لكن هو كان نفسه حد فينا يبقى لعيب كوره، كان اهلاوي كبير يعني. وحاول معايا على فكره وانا صغير كام مره، لكن يعني الموضوع اتحقق بقى ايه في سنه 81 82 يعني. ف مهم زي ما امين قال موضوع ان الناشئين لازم يبقى عندهم اصرار، لازم لما حد يعني ما يوفقش في مكان يحاول تاني ويحاول تاني، لان الناس مرتبطه باعداد ويعني بعدد في كل فريق. الحاجه الثانيه الاخيره بقول لامين بالتوفيق ان شاء الله في مكانه الجديد في نادي الصيد. و يعني هو امين خدم كتير في النادي الاهلي، وربنا يوفقه ان شاء الله في حياته يعني.
الطبيعه دايما بحس ان الكابتن اسامه هادي والكابتن امين هادي، دي طبيعتكم دايما هادي؟ هاديين هاديين دايما. لا بص انا 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 هادي في الظاهر يعني، انا في الظاهر في يعني في 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 في, في مجمل حياتي صح هادي، بس اللي يعرفني كويس لما بخرج عن شعوري ببقى صعب شويه. تمام. يعني يمكن في ناس لاحظتها احيانا في وانا بدرب ولا حاجه، لكن في المجمل صح انا هادي يعني. تمام. وامين نفس الشيء يعني هادي، لكن هو بس هو صغير شويه كان شاي شويه. مش قوي يعني. مش قوي، يقول لك مش قوي يا كابتن اسامه. لا شويه. شكرا جزيلا كابتن اسامه وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا ليك الله يخليك. بيقول لك كنت شاي. لا مش قوي يعني، ما هو اصل بص اصل مش ممكن تبقى كل الناس زي بعض. اكيد. يمكن انا كنت عشان اكبر وانا جاي يعني بعد اتنين بنات وجي بعديا هو واحمد، فانا كنت الكبير، فانا بيني وبينك كنت شقي شويه يعني، شقي بقى في المدرسه ومش عارف ايه وزوغ والحاجات اللي هي بتاعت زمان دي. بس كانت حياه جميله يعني، ما كانش فيها زي دلوقتي. يعني كنا شقاوه بس باحترام وبادب وما فيهاش حاجه يعني مش مؤذيه. لا لا خالص خالص بالزبط. خالص مش زي العصر اللي احنا فيه دلوقتي. لا لا خالص طبعاً. خالص يعني كبيره مثلا ما تروحش المدرسه، تزوغ تروح تلعب ماتش كوره، مش في دماغك يعني. وانت عارف زمان كان التعليم مهم جدا. اكيد. يعني كان كل واحد، انا عايز اقول لك في ناس بطلت كوره بسبب ان اولاد امورهم كانوا مصرين على الدراسه. دلوقتي العكس. دلوقتي هو بيجيب الولد يخرجه من المدرسه عشان يلعب كوره، يوديه الاكاديميه يوديه يلعب كوره 24 ساعه في النادي. دي طبعا لان برضو الحياه اختلفت والماده اختلفت. زمان ما كانش، زمان كنت بتلعب لحب النادي. انت مش ما بتاخدش حاجه يعني. زمان لعبت الكوره حتى في النادي الاهلي يعني، واحنا كنا بنروح النادي الاهلي وبتاع، تلاقي مثلا النجوم الكبار كابتن محمود الخطيب، الكابتن مصطفى عبده، الكابتن، تلاقيهم من الساعه 12 في النادي والتمرين الساعه 4 وقاعدين في الجنينه وبيتكلموا مع بعض، وبعدين يخش التمرين وخلص التمرين يقعد تاني في الجنينه لغايه اما يروح. النهارده مش كده. النهارده اللعيب بيجي يلعب الساعتين بتوع التمرين عشان يقبض وبعد كده شكرا، ولو بكره الصبح نادي تاني اداله ازيد منك هيسيبك ويمشي. زمان عصر الاحتراف زي ما بيقولوا. عصر الاحتراف. بس زمان ما كانش كده، كان زمان الولاء للنادي فانيلا، وكان صعب جدا ان حد يتنقل من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي او من الاهلي للاسماعيلي او العكس. ما كانش فيه كده. لكن دلوقتي الحياه اختلفت. من حق كل لعيب انه يدور على مصلحته، من حق كل لعيب انه يدور، لكن انا بقول لازم يبقى ليك انتماء. يعني لازم يبقى ليك انتماء، لان انت لازم يبقى ليك شخصيه من النادي اللي انت بتروح له. أكيد. لازم عندك شخصيه النادي، لازم يبقى عندك اداء النادي. دي بتفرق كتير جدا 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 يعني. طيب نرجع بقى لمرجعنا وسيره القرابه اللي كانت موجوده مع احد الشخصيات اللي كنت بتتكلم عليها. يعني بقول لك مثلا نادي اسوان، عشان تقول لي دوري محترفين في الممتاز به، النهارده التكلفه بتاعته قد ايه عشان كل ماتش يلعب اسبوع عنده، اسبوع في القاهره او اسبوع في اسكندريه؟ مكلفه جدا. وما عندوش فلوس وما عندوش امكانيات. ده بيلعب في الدوري الممتاز. انت فاهم ازاي؟ يعني انت بتتكلم في اعلى درجه. في اعلى درجه. طب تعالى بقى للاقل. الاقل الظروف اللي كانت حواليها هتبقى اصعب. اصعب بمليون مره. وبعدين مش هتقدر انت بقى، معلش، في فرق بقى في الممتاز به مش هتقدر تبايت اللعيبه في اوتيل قبلها بيوم، هتضطر تجيبهم بالقطر قبلها بيوم. يعني دلوقتي في الممتاز به في ناس بتسافر يوم الماتش بالقطر 12 ساعه و13 ساعه. ما عندوش امكانيات. طب انت هتخليه دوري محترفين ازاي وانت مش هتصرف عليه؟ هو دوري محترفين موجود في اوروبا، بس الرابطه او الاتحاد بيصرف على الانديه. لا هنا ما هيديك 50,000 100,000 بعد كده ما فيش، لان هناك في سبونسر. بره اللي بيصعد من الممتاز به للدوري بياخد مكافاه. بياخد مكافاه. هنا هناك بقى في سبونسر، في ناس بتبقى مسؤول عنك، التلفزيون ماتشات بتتذاع بيديك كل حاجه. احنا هنا عندنا لغايه دلوقتي يعني، مش عايز اقول لك بما فيهم النادي الاهلي، بيعاني ان ما ياخدش حقوقه من البث. بيعاني يعني ما ياخدش، لولا ان هو النادي الاهلي او نادي الزمالك او الانديه الكبيره. يعني في انديه برضو بدون ذكر اسماء، انديه كبيره ما عندوش فلوس. انت قصدك الظروف المحيطه هنا عكس طبعا بره. فانت اشتغل على قد اللي عندك. تمام. انت عايز تطور حاجه مش هتحصل في مصر. هتبقى صعبه جدا. او طبق الحد الادنى ليها. لكن زود القاعده والعب
وخلي الناس تشوف وخلي الناس تكتشف اللعيبه وتشوف اللعيبه، لان ياما لعيبه في الدرجه الثالثه وفي الدرجه الثانيه لعبوا في الممتاز وكانوا من احسن اللعيبه. فهي دي الفكره، انت يعني كل ما تزود القاعده انت الكسبان للمنتخبات مش للانديه. مزبوط. للمنتخبات مش للانديه. فلكن هتقول لمحترفين اللي معاه فلوس اكتر هو اللي هيكسب. صح. وده والباقي هيتطحن. العالم كله ماشي كده. الباقي هيتداس عليه. خصوصا احنا في مصر، ما انا زي ما بقول لك انديه معهاش. طيب. يعني القسم الثالث، الفرق اللي معاك في المجموعه والصعود بيبقى فريق واحد ولا اكتر من فرقه؟ ومين ابرز الفرق اللي معاك؟ لا بص، انا معايا فرق قويه جدا. يعني معايا مجموعه القاهره اكيد. انا جيزه. جيزه؟ معايا اتصالات. تمام. معايا جولدي، معايا شارع الدخان، معايا اكتوبر، معايا لا فرق كلها محترمه، وفرق فيهم لعب دوري ممتاز، فيهم لعبوا في الممتاز به، وفيهم يعني قصدي اقول لك الدوري قوي جدا. بيصعد فريق واحد؟ هيصعد فريق واحد. انت فاهم؟ فانت منافسه قويه. منافسه قويه جدا، ودوري صعب جدا جدا. وزي ما بقول لك الناس يعني ايه، احنا مشكلتنا في مصر برضه يا محمد ان احنا ما بنشوفش الا اللي قدامنا. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ان كل اهتمام الاعلام واتحاد الكوره والدنيا كلها بالماتشات الممتاز الف المذاعه تلفزيونيا اللي الناس بتشوفها، اللي الناس بتنتقدها، اللي الناس بتكتب عنها. تعالى بقى للممتاز بيه والثالثه او الرابعه. الممتاز بيه بنحس بيه واحنا في المراحل الاخيره. في المراحل الاخيره مين هيصعد؟ مين هيصعد؟ لكن في ماتشات بيحصل فيها كوارث والناس ولا تدري عنها ولا حد بيها لما بتحصل المصيبه ولا حد عارف عنها حاجه. مظبوط. في الدرجه الثالثه كده بيحصل كوارث ومحدش عارف عنها حاجه، والاتحاد يعني يقول لك ايه؟ ما درجه ثالثه، ما سيبهم يموتوا بعض، يطحنوا بعض. حتى في الحكام يعني انت مفروض، ما هو دوري زي دوري. انت قصدك بتعاني يا كابتن امين؟ ده اللي طبعا بتعاني. بتعاني بتعاني. تعال شوف الملاعب، مش عايز اقول لك في ملاعب لا تصلح للاستعمال الادمي. في حاجات ملاعب بدون اسوار، ملاعب بدون مش عارف، مش عندي. شوف بقى، خش بقى على الصعيد وخش على البنيه التحتيه فيه ممتازه. ايه؟ الصيد البنيه التحتيه فيه ممتازه. ما انا ما بتكلمكش على ناديه. انت بتتكلم في الظروف المحيطه للفرقه. انا بتكلم على الظروف المحيطه بيك والظروف اللي انت، وبعدين تيجي مثلا ماتش مهم تلاقيه بعت لك حكم معلش لسه بيتعلم، وتعاني انت بقى، وبعدين هو مش شايف، فالحكم هياخد القرار انت خلاص انت لوست. فلا في حاجات كتير. ما انا زي ما قلت لحضرتك، انت اي حد عايز يبني حاجه كويسه اعمل خطه كده لمده 10 سنين واحطها قدامي، 5 سنين واحطها قدامي. هنمشي على النظام. يعني انت النهارده ما تجيش تقول لي اول السنه فرقتين، وبعدين اول ما يبدا الدوري تقول لي 5. انت فاهم؟ انا اقول 5 دي بعد 3 سنين قدام. هنمشي 2، السنه الجايه يبقوا 3، السنه اللي بعديها يبقوا 4، السنه يبقى كل واحد تدرج في كل المراحل. واحد عامل حسابه. انت فاهم؟ مظبوط. خلاص وانا عارف بقى، انا محضر نفسي ومجهز نفسي وبشتغل على هذا الاساس، والناس مرتاحه وكل واحد هيحارب عشان يوصل للحته اللي هو عايز يوصل لها. لكن مش فجاه النهارده كده، لا بكره كده. يعني جم لغوا، قال لك الاول السنه دي كان في دوري الترقي، راحوا لغينا ورجعوا كل حاجه زي ما كانت، واللي ما طلعش ما طلعش واللي ما نزلش. جم قال لك 4 ينزلوا، قال لك لا كفايه 2، راحوا مطلعين 2. لا الموضوع لا صعب. طيب كان الله في العون. لا طبعا اكيد يعني. طيب نرجع بقى نتكلم في الكوره. اتفضل. التفاصيل الفنيه والكوره، وعندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت الجاي، مباراه الاهلي والزمالك. وفي قطاعات الناشئين سبق ليك خط مباريات كتير في هذه المباريات القمه، سواء على ملعب الاهلي او حتى في ملعب الزمالك. بالظبط كده. مباراه القمه يوم السبت اللي جاي شايفها ازاي بالمقاييس الفنيه والنتائج اللي اتحققت بالنسبه للفرقتين اخر شهر؟ شوف على الورق وبالنتائج الاهلي افضل دلوقتي. في الحاله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. تمام. ده على الورق والنتائج اللي فاتت بدايه الدوري والنتائج، الاهلي افضل. ولكن مباريات القمه اهلي وزمالك انا يعني في تصوري ملهاش مقياس، ملهاش حسابات، ملهاش حسابات ولا قياسات. يعني زي هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا،
كل الناس، كل الشارع، الجمهور، الشارع المصري كله، المباراة اللي فاتت بتاعة السوبر، أنا ليا أصدقاء زملكاوية كتير، كل الناس نايمة ومطمنة إن الزمالك كسبان كسبان. المستوى بتاع الزمالك في آخر نهاية الدوري وفي الكاس وكاس مصر والنادي الأهلي يعني إحنا خدنا البطولة لكن هنا مش كويس. وعانينا عانينا طول السنة اللي فاتت. لكن البطل في النهاية بيبقى بطل. يعني أنت ممكن تعاني. يعني زي ما يقول لك إيه؟ يمرض ولا يموت. مظبوط. أنت فاهم؟ احنا البطل. المقاييس بتاعت المباراه بقى احنا دخلنا احنا تفوقنا. تمام. الدنيا بدات تمشي لان احنا الكيرف بتاعنا كان نزل بدا يطلع تاني. بيعلى. والعكس في الناحيه التانيه. تمام. لكن عايز اقول لك انا اتمنى كراجل اهلاوي ان انا اكسب ونعمل ماتش كويس وان شاء الله يبقى هو ده اللي يتحقق يعني. لكن في النهايه المباراه انا في تصوري صعبة. صعوبتها بتزيد نتيجة الأداء والظروف والماتش اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة؟ طبعا. ماتش السوبر والبداية اللي بدأ بيها الأهلي؟ طبعا. خلي بالك. لأن الوقت قصير ما بين ده مباراة السوبر ومباراة الدوري. طبعا. وبعدين خلي بالك اللعيبة ممكن الماتش ده اتخطف أو اتسرق أو أنت كنت الأفضل. المرة الجاية هعمل حسابك أكتر، ممكن ما أكونش عامل حسابك. يعني زي ما قلت لك انت اعلى مني دلوقتي الماتش السوبر، انا مش عامل لك حساب قوي، انا هكسبك هكسبك، رحت انت راكب. تمام. المره الجايه هو هيعمل حسابك، وانت لو ما عملتش حسابك هتبقى مشكله. انت لازم تعمل حساب نفسك وحسابه. طبعا. يعني قصدي لازم احترم الخصم بقدر اسمه وبقدر امكانياته. ما فيهاش هزار. طول ما انت بتحترم الخصم وطول ما انت بتحترم الكوره وطول ما انت مركز وطول ما انت عايز واصرارك وشخصيتك في الملعب وشخصيه النادي اللي بتلعب فيه تفرق كتير معاك قوي. طب اخلاق الدوافع ازاي يا كابتن امين؟ يعني حضرتك بتتكلم في جزئيات متعلقه بالثقه وبالناحيه المعنويه وان انا اعمل حساب نفسي قبل ما اعمل حساب للفرقه المنافسه. طبعا. طب اخلاق يعني الدوافع لكل ده ازاي عشان يعني انا اقول انا لو المدير الفني مكان مستر فايل انسى الماتش ده. تمام. نهائي. امسحه من الذاكره. امسحه تماما. اخد المميزات واشوف السلبيات واشتغل عليها. لكن انسى النتيجه دي نهائي وانسى السوبر ده نهائي. انا داخل في معترك جديد، بطوله جديده، احنا فرقتين متساويتين كويس، فرقتين القوه لازم افهم اللعيبه كده، الفرقتين القوه متساويه، عندهم نجوم زي ما انت عندك نجوم، لازم اعمل حسابي، لازم عندي شخصيه النادي الاهلي، العب بشخصيه النادي الاهلي، العب بروح النادي الاهلي. بالقتال والاصرار والعزيمه وانسى المباراه دي خالص مش في الذاكره. تمام. تملي ابص قدام، اللي فات فات خلاص، حلو ومر هو فات. انا لازم ابص لقدام تملي واشوف ما ابصش تحت رجلي. صفحه في التاريخ وقلبتها. وقلبتها. فدي الدوافع اللي انا لازم اديها للعيبه. ومباراه قمه، مباراه تفرق معاك كتير قوي لو كسبتها. لسه الدوري طويل لكن هتديك دفعة معنوية كبيرة جدا، هتهمد الخصم بتاعك اللي هو في النهاية هو اللي بينافسك. أكيد طبعا، وفرق النقاط هيبقى خمسة وأنت لسه في أول أربع أسابيع. أنت فاهم؟ وأنت لسه عندك حتى هتلعب بعد كده وأنت مرتاح. وبعدين أنت العب وما تبصش وراك. أنا بلعب وبص لقدام. أنا ماليش دعوة إيه اللي حصل. هو كان مش كويس، هو كان كويس. أنا عايز إيه من المباراة؟ أنا عايز ليا أهداف أحطها في المباراة. 3 بونت، الروح القتالية، الإصرار، العزيمة، شخصيتي في الملعب، شخصية اللعيبة في الملعب، هو ده اللي يكسبك المباراة. طيب الجمهور ممكن يكون له مقياس مختلف عننا، يعني الإعلام بيحاول يكشف الصورة والمحللين بيحاولوا يعني يحللوا الوضع اللي احنا فيه، لكن الجمهور فرحان مبسوط شايف ان في مكسب، شايف ان في ثقة. هل انطباعات الجماهير ممكن تنعكس على اللاعبين قبل مباراة مهمة زي دي؟ ما هنا بقى واعتقد ان النادي الاهلي يعني جدير بالكلام ده. والكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره، واعتقد ان النادي الاهلي طول عمره بيقفل على نفسه خلاص، ما ببصش، ما بسمعش، ما بشوفش، انا جوه الملعب بس. ما وصلش للعيبه انطباعات الجمهور. تمام. ما وصلهمش، انا اقفل على نفسي واقفل على لعيبتي،
اشتغل على لعيبتي، اركز في ماتشي. الجمهور بقى يقول انت هتكسب اثنين، ده هيكسب ثلاثه، ده انت هتتغلب. لا، انا قفلت ولا اوصل لهم الكلام ولا اخليهم يهتموا بالكلام ده، واقفل عليهم خالص وابدا اركز عشان اقدر اوصل. لكن انت لو مشيت ورا الناس والكلام هتضيع. ما تسمعش، ما تسمعش، اقفل على نفسك خالص، ما تركزش معاهم، فكر في فرقتك، فكر في الخصم، ذاكره كويس عشان تقدر ربنا يكرمك. لكن هتسمع؟ لا، الجمهور يقول زي ما هو عاوز، ده جمهور. يعني بقول لك، يعني انا زي ما قلت لك، كل الناس في مباراة السوبر الاغلبيه كانوا متوقعين فوز على المستوى اللي قبل كده، والتاريخ كمان كان فيه مباريات كتير بتقول كده، لكن سواء الاهلي او الزمالك. النادي الاهلي قفل، اشتغل، مدرب عرف يوضع خطه كويسه ممتازه، عرف يختار اللعيبه بتاعه المباراه، يختار اللعيبه بتاعه المباراه طبعا، دي مهمه جدا. ما هو انا محمد قاعد قدامي، لازم اذاكره كويس قوي عشان اقدر احط الخطه اللي تناسب محمد. لكن انا ما شفتكش وما اعرفكش، طب انا هلاعبك على اي اساس؟ اختياراتي للعيبه، انت عندك مفاتيح لعب، هقفل عليها بمين؟ انا عندي قوه مميزه، هلعب بيها بمين؟ هستفيد بيها ازاي؟ هستفيد بيها ازاي؟ فكل ده لازم يبقى في دماغك كمدرب وتشتغل. اعتقد ان مستر فايلر اشتغل عليها كويس جدا. انا شايف النادي الاهلي في تصاعد، النادي الاهلي بيلعب ماتشات كويسه جدا، رجعت روح الاصرار والعزيمه والاراده بتاعت النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. الحمد لله بفضل الله، بنلعب كره هجوميه، بنروح لقدام، عدد الاهداف زاد، دي كلها ادتنا دوافع كبيره جدا. وزي ما قلت لك، انا اتمنى كاهلاوي ان شاء الله ان احنا نعدي المباراه ونكسبها باذن الله. طيب ايه اللي عمله فايلر عشان يامن خط الدفاع؟ لان لو بصينا لنتائج المباريات الاخيره، انت مش بتكسب بسكور، لا، انت بتكسب بسكور وبتحافظ على نظافه الشباك. ممكن يكون دخل فيك هدف في مباراه في الدوري، هدفين مثلا في السوبر نتيجه ظروف ان في اتنين مساكين اتعوروا او اتصابوا في المباراه، لكن الحفاظ على نظافه الشباك والحفاظ على التامين الدفاعي وصلابه خط الدفاع خلى الفرقه كلها واحده واحده. تمام. ليه؟ يعني في فترات كنا بنهاجم ما بندافعش، فترات بنهاجم ما بندافعش، دلوقتي الفرقه ماشيه واحده واحده، بتروح في الهجوم بالعشر لعيبه، ترجع في الدفاع بالعشر لعيبه، في قرب مسافات، في تقفيل ملعب، فالدنيا بقت مخنوقه على الخصم، ما بقاش في تفكك، ما بقاش في بعد مسافات بين الخطوط وبعضيها، فقدر يخلي، زائد ان انا اديت اللعيبه ثقه. ثقه طبعا، طول ما اللعيب بيثق في مدربه وحس ان مدربه ده بيعامله كويس، شخصيه كويسه، بيديك الثقه، بيخليك تلعب وانت مش قلقان، بيخليك تلعب وانت عايز تستمتع وعايز تلعب، قرب المسافات، عمل واحده واحده، بقى كل ده في صالح الفرقه، دي صالح الفريق طبعا، دي مهمه جدا. هو الكره كلها اخطاء، عشان اجيب جول انت لازم تغلط طبيعي، ما هو انت لو ما غلطتش انا مش هجيب، مش وانا العكس، لو انت لو انا ما غلطتش انت مش هتجيب. هو قلل نسبه الاخطاء، قلل نسبة الأخطاء. وبقى كل جنب أو العمق بيشتغلوا مع بعض، ما بقاش في واحد فوق واحد تحت، بقت في مسافات قريبة، بقى في تضييق مسافات، خلى الفرقة كلها زي ما بقول لك بتمشي بلوك واحد. رايحين مع بعض، راجعين مع بعض، بنقفل مع بعض هنا في الهجوم، كل واحد وراه واحد عمل الكفرنج بتاعه، بنشتغل مظبوط. أعتقد إن هو يعني يا رب ربنا يوفقه ويكمل كده لنهايه الدوري. رينيه فايلر وقدامنا جزء اهو من تدريبات سابقه، يعني التدريبات دي لقطات سابقه من تدريب النادي الاهلي. فايلر اعتمد سياسه جديده في مساله تدوير اللاعبين والروتيشن اللي حصل في بدايه المسابقه، لدرجه انك القائمه بتاعتك حوالي 28 29 لاعب، انت لغايه اللحظه دي انت لعبت بحوالي 25 24 لعيب، يعني اكتر من 90% من قوام القائمه والتشكيله بتاعت الاهلي. السياسه في ده ايه او معناها ايه؟ ده ذكاء. ذكاء من المدير الفني. طبعا. ذكاء وثقة في اللعيبة. يعني ذكاء وثقة في اللعيبة. طالما بيمرن كله زي بعض وهو شايف وبيدي كل واحد دور، وكل واحد ما يستعجلش هيجيله دور وتلعب، وبيديك الثقة هتنزل تقاتل عشان تبقى كويس. تمام. كويس؟ فالتدوير بتاعه هو بقى بيعمل ايه؟ هو ما انا قلت لك مهم جدا اذاكر الفرقة اللي قدامي.
عشان اقدر اختار مين اللي يلعب. لازم اقراها كويس طبعا. يعني في ماتشات ممكن ما يبدلش فيها، وفي ماتشات ممكن يعمل الروتيشن بتاعه. انت فاهم؟ لكن في النهايه يعني هيبقى في تثبيت للفرقه. لكن تخلي بالك برضو عندك اصابات، عندك حاجات بتطلع لك كده في النص انت مش بعيد عنها. لكن هو ده انا شايف انه ذكاء منه جدا، بيفكر كويس، بيذاكر اللي قدامه كويس جدا، بيعرف يدي ثقه لعيبته. لعيبه انا شايف ان في لينك بينهم وبينه كويس جدا. فالروتيشن ده هو الاقدر انه يقدر يختار. في مثل هذا اليوم زي ما بيقولوا كده النهارده 15 اكتوبر كان النادي الاهلي سبق ليه الفوز بكاس السوبر المصري على نادي الزمالك. المباراه كانت في استاد هزاع بن زايد في الامارات. كانت البطوله دي هي للمره التاسعه في تاريخ النادي والرابعه على التوالي. المباراه انتهت 3-2. المباراه الشهيره كنا عارفينها في استاد هزاع بن زايد اللي انتهت 3-2 بعد ما كان الزمالك متقدم بهدف، وقدر الاهلي يتعادل بعد ما قرابه ضيع ضربه جزاء والاهلي قدر يكسب في النهايه. كابتن زيزو تقريبا كان الكابتن زيزو هو المدير الفني. لا طبعا ده تاريخ، وانت عارف النادي الاهلي زي ما قلت لك. النادي الاهلي اهي المباراه. النادي الاهلي عارف ايه؟ متاصل باصاله المصريين. متاصل باصاله المصريين وشخصيه النادي الاهلي. جمله مهمه جدا. هقول لك ليه. النادي الاهلي ما بيبانش الا في المواقف الصعبه. زي المصريين، زي الجندي المصري، زي اما تشتد عليه الامور تلاقيه واقف وصامد ويقدر ويحقق. النادي الاهلي على مدار تاريخه، على مدار تاريخه يعني هات لي سنه كده من السنين النادي الاهلي خرج بدون بطولات. اما خدش دوري هياخد كاس، اما خدش كده هياخد كاس افريقيا. لا وهي يعني ما انا جمله حضرتك في القياس اهي، خسر الدوري والكاس. البطوله دي حسام غالي ورمضان صبحي ورامي ربيعه كان بيقول للجمهور ارفع راسك فوق مفيش سنه هتعدي. هو ده النادي الاهلي. هي دي شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي على مدار تاريخه وعلى مدار لعيبته اللي لعبت وعلى مدار جماهيره اللي رحلت واللي موجوده طول عمر النادي الاهلي هي دي شخصيته. وانا اعتقد ان يعني الكابتن محمود الخطيب السنه اللي فاتت واحنا في قطاعات الناشئين حتى لما جه قعد مع اللعيبه قال لهم شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لعيب النادي الاهلي والروح بتاعت النادي الاهلي. يعني ساعات في كتير يقول لك ايه النادي الاهلي هي دي روح النادي الاهلي، النادي الاهلي بيجيب الجون في الدقيقه 90، النادي الاهلي هي دي شخصيته. اما تتزنق قوي وانت بتلعب وبتقدر ربنا بيديك، بتشوف معدنه في اللحظات الصعبه. طبعا طبعا هي دي زي ما قلت لك. هو ده النادي الاهلي طول عمره، مش انا مش بقول كده، على تاريخ النادي الاهلي كله. فدي مهمه جدا، مهمه جدا شخصيته. يا رب يكون في اهلي حسن. يعني النهارده بنتذكر ذكرى بطوله كانت كبيره جدا وكانت جايه في توقيت صعب قوي على فكره البطوله دي، لان ساعتها انت كنت خسران دوري وكاس وكانت بطوله السوبر هي الملاذ الاخير ليك. ما انا قلت لك النادي الاهلي عمره في تاريخه مفيش سنه خرج خالي الوفاض زي ما بيقولوا. لا انا يا دي يا دي يا دي هي دي. هو ده النادي الاهلي وهي دي شخصيته وهي دي لعيبته وهو ده جمهوره. وعمر جمهور النادي الاهلي ما كانش في ظهر النادي الاهلي في اسوأ الظروف. ده بالعكس في اسوأ الظروف لازم يكون في ظهر النادي. ما انا بقول لك عمره ما كان مش في ظهر النادي الاهلي. طول عمره في ظهر فرقته، طول عمره في ظهر لعيبته، طول عمره ورا فرقته. عشان كده كمان اللعيبه بتحس بيوصل ده كرسائل. طبعا طبعا وبيدي له حقه يعني بيفرحه اخر الموسم وبيجيب له بطولات وبيجيب له وبيجيب له. فهو ده هو ده هو ده النادي الاهلي. طيب جزء فني وشق فني متعلق باداء عدد من اللعيبه. الفتره الاخيره شفنا في تطور في اداء عدد من اللعيبه، ظهروا بشكل متميز، شالوا الضغوط اللي عليهم، ادوا مباريات كبيره. رمضان، حسين، اجاييه، ده بيبقى راجع لايه؟ راجع للمدرب. المدير الفني بيشتغل طبعاً على الجزء التخصصي معاهم طبعا ولا لا جزء نفسي؟ تخصصي نفسي اولا تخصصي ثانيا تطوير في اداء اللاعب ثالثا. انت كمدير فني بيبقى عندك خامه الخامه دي انت اللي بتطورها، انت اللي بتشكلها، انت اللي العجينه دي انت اللي بتظبطها. انا شايف ان انت عندك امكانيات كويسه تقدر تشتغل من هنا وتقدر تعمل دي وتقدر تعمل دي، بس اسمع يعني لازم تسمع. طالما سمعت ما انا قلت لك في الاخر
اللعيب اللعيب عنده ثقه في مدربه هيعمل اي حاجه. لو المدرب انت حبيت مدربك، حبيت شخصيته، هتسمع منه اي حاجه، هيطور ادائك، هيخليك تشتغل كويس، هيوجهك للمظبوط، وطالما انت بتنفذ ادائك هيتطور. يعني فرق شاسع بين رمضان السنه فاتت والسنه دي. طبعا خبراته زادت، يعني خبرات رمضان زادت، لكن تعالى النهارده لمسه ولعبه، ما بيفوتش الا في وقت هو عايز يفوت فيه. السنه اللي فاتت جاب كام جول؟ السنه دي ثلاث ماتشات بثلاث جوان. مظبوط. في تطور في الاداء. نفس عدد الاهداف السنه كان بقى بس في 20 مباراه. في تطور في اداء اللعيبه ككل كفرقه. اه. انت فاهم؟ مين يقول جاي يلعب راس حربه؟ تمام. لعب راس حربه، هو شايف الحته دي بالنسبه له. اداله الثقه وطوره. اهي. قدامنا لقطه اهي. اداله الثقه وطوره. معانا بالظبط. اداله الثقه وطوره والعب. ما هو المدرب الذكي انا بقول للعيب العب. طب ده يا كابتن امين جزء من التحضير النفسي للعيب قبل التمرين او قبل اي مباراه؟ اه طبعا. ان المدير الفني واقف بيتكلم معاه قبل التمرين طبعا، حتى اشارات ريني فايلر يعني اتحرر. انا طبعا مش عارف الكلام بالظبط في تفاصيله، لكن لا ممكن يكون بيكلمه انت الماتش اللي فات كنت كذا، انا عايزك تبقى كذا، اعمل كذا، دي هتبقى احسن لك، دي في مصلحتك، اشتغل على دي، انت فاهم ازاي؟ دي هتخليك مميز اكتر. ما خلي بالك برضه في لعيبه، يعني انا لو بلعب عليك مثلا وانت بتلعب طول السنه لعبه واحده حفظتك لكن انا لما احيرك مره هعمل كذا والمره الثانيه هعمل كذا المره الثالثه هعمل كذا، هخليك مش واقف على رجلك. فدي مهمه جدا. فالحته النفسيه بين المدرب واللعيب مهمه جدا جدا، ان انا ازاي اخليه يتقبل الكلام واشتغل وبراحه بال واشتغل ما يهمكش. يعني انا فاكر مثلا مستر مانويل جوزيه الفتره اللي قعدها ومسك فيها كان كل كلامه للعيبه، ده من كلام اللعيبه، ان انزل اتمتع، متع نفسك، انت تلعب كره للمتعه مش بتعذب نفسك. فكان في تحرر للعيبه، مفيش ضغوط، ما يهمكش، انا هتحمل مسؤوليه الخساره، انا كمدرب مالكش دعوه، انت تلعب وانا هتحمل مسؤوليه الخساره، بس انا عايزك في الملعب تعمل اللي عليك وتأدي وتطلع راضي عن نفسك. تمام. النتيجه بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن اتحرر، العب، ما تسمعش للي بره، ممكن الجمهور يبقى ضاغط عليك، اعمل سوشيال ميديا، جمهور في الشارع، ايا كان، لكن انت العب لعبك، العب لعبك، اشتغل شغلك اللي انا بقول لك عليه اللي هو يطورك، دي مهمه جدا 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 للعيب الكوره. طيب التشكيله، هل التشكيل الفتره القادمه ممكن يكون تشكيل ثابت، ولا برضه هيفضل مساله التطوير دي نتيجه ان مثلا في ماتشين في اقل من خمس ايام؟ اعتقد الماتش اللي جاي هيبقى فيه تثبيت شويه، تثبيت تشكيل، الا الاصابات اللي يعني غصب عنه. هو حاليا قائمه الاصابات يعني الحمد لله كريم ندفد، محمود متولي، وبنتكلم في مروان محسن لغايه لما يكون في القناع بتاع الوجع عشان يقدر يلعب في المباريات. لكن يعني القائمه الحمد لله يعتبر شبه خاليه ثلاثه بس. كل ما هتضيق المسافات بين المباريات هيبقى في تدوير. حسب كل ما تضيق المسافات، كل ما تضيق المسافات اه حسب الخصم اللي قدامي. كويس. ما انا قلت لك انت بتلعب على الخصم، ما بتلعبش لوحدك. تمام. انت بتلعب على الخصم اللي قدامك. كويس. كل ما هيكون في تضييق مسافات بين الماتش والماتش ممكن يبقى في تدوير، لان احنا لعبتنا اولا المسافات، انا ممكن العب النهارده هنا وبكره في اسوان، انت فاهم؟ يعني النادي الاهلي خلص ماتش اتمرن راح اسوان لعب رجع، مع عذاب والساعه 3 كمان في عز الحر. ما انا بقول لك، لكن انا لو عندي هلعب الجمعه وبعدين الجمعه لا هثبت. للاسبوع في راحات اقدر اشتغل كويس، استعدت الشفاء للعيبه، الريكفرنج بتاعهم يرجع لهم، اقدر اشتغل بنفس المجموعه اللي هشتغل بيها. لكن اليوم النهارده السبت وهلعب الاثنين او هلعب الثلاث، طب ما في يومين في لعيبه اللي استعدت الشفاء بتاعتها، في واحد واخد كدمه، في واحد مش هيقدر يلعب، انت فاهم؟ الخصم اللي قدامي محتاج ايه؟ انت فاهم؟ وبعدين المهم جدا ان انا احضر ال 30 لعيب بنفس المستوى وبنفس الثقه، وده اللي بيحصل اكيد في الساعات اللي ماضيه، يعني حتى المباراه والديه والا مش هيعرف يدور. شوف اي فرقه عايز يبقى بطل اللي جوه زي اللي بره فرقتين الدكه اقوى من اللي جوه. عشان لما ده ينزل المكان ده ما عنديش مشاكل، الناس ما تحسش بالفرق، ما عنديش مشاكل.
عشان كده اقدر اغير واعمل التدوير وانا مطمن. ولكن لو انا ما عنديش غير محمد هفضل محمد محمد لغايه ما محمد بقى يحصل له حاجه اجي لاعب التاني تبقى المسافات بلغه الكره احرقه بدنيا يعني. لا والمسافات هتبقى بعيده. لكن انا لو مش مجهز اللي بره نفسيا الاول وانت لعيب كويس شد حيلك واتمرن وهتلعب وهيجي لك وقتك ممكن بعد بكره واتمرن كان انا اللي هلعب الماتش اللي جاي رغم ان انا مش هلعب. احسسه ان انت اللي هتلعب الماتش اللي جاي كويس مش هلاقيه مش هيكون موجود صح. مش هلاقيه صح. لكن لما اديله الدوافع دي على طول وفي ثقه بينه وبينه وهو حس بدي وحسس الاساسي ان في حد موجود بره بينزل في اي وقت بس يعني حاسس ان انا هلعب. في بقى مدرب بيعتمد على مجموعه وهامل التانيين يجي التاني يلعب مش لاقيه مش لاقيك. طيب لو هتحط تشكيل لمباراه القمه ممكن من وجهه نظرك مين يبدا المباراه في التشكيل الاهلي؟ شوف انا ممكن اقول من وجهه نظري لكن في النهايه مستر فايلر والجهاز هم اللي شغالين مع الفرقه وهم اللي يقدروا يقولوا وهم اللي شايفين طول الاسبوع اكيد طبعا احسن مننا كلنا طبعا ومحدش هيراجعهم لان محدش يقدر يرجعهم هو اللي متحمل المسؤوليه وهو اللي حط فرقته. لكن الوضع الطبيعي لو احنا لعبنا انا شايف يعني هيبقى الشناوي احمد فتحي لابد منه باك ليفت علي معلول لابد منه في القلب انا شايف ان ممكن يبقى رامي ربيعه ياسر او ايمن اشرف نص الملعب حمدي فتحي والسوليه اعتقد ده اللي هيبقى الاقرب يعني ممكن يبقى قفشه قدامهم هيبقى حسين ورمضان واجايه انا اعتقد كده الا لو هو فاجئنا ما هو خلي بالك المدرب الذكي ممكن عنده مفاجآت لازم يعمل تريكايه لازم يعني انا صراحة الماتش بتاع السوبر انا فوجئت ان اجايه هو راس الحرب وكانت هي الغلبه فوجئت انت بتلعب براس حربه وهمي يعني انت مالكش راس حربه ثابت مش زي ازارو مش زي مروان محسن مش زي لا ده وهمي مين بقى اللي يجي وعجايب يتميز بيها ما انا بقول لحضرتك مين بقى اللي بيجي فاجئنا كلنا وقد كان هو اجتهد ومشي ممكن يبقى هو حاطط في دماغه على الماتش الاولاني في تركاية ممكن يعملها هتبقى خافيه عننا كلنا هو بس الوحيد اللي هيقدر يقولها وهيقدر يعملها وهيقدر يشتغل عليها مين بقى لكن احنا على الورق هنقول نفس التشكيل يعني هتلاقي التشكيل مش هيخرج عن 80% منه على اللي انا قلته لك ولو جبت ضيف تاني هيقول لك كده ولو جبت التالت هيقول لك كده لكن اكيد في تركاية في دماغه حاجه ده حقيقي ده وضع طبيعي ده حقيقي في دماغه حاجه هتتعمل انا احب المدرب اللي دايما دماغه شغاله ويفاجئ مش هقول لك يفاجئ المنافس يفاجئ جمهور فريقه بالتريكات دي والمنافس ما هو اكتر واحد بيتلخبط المنافس بالظبط اكتر واحد بيحصل له شلل وقتي في الهيدنج بتاعه في دماغه على ما يفوق يكون الوقت راح خلاص بقى انت فاهم بس المهم ان انا ابقى موفق ما ده عنصر التوفيق مهم جدا في الكوره يعني التركات بتاعتي تبقى موفقه عنصر التوفيق مهم في الكوره بشكل عام وانا زي ما قلت لك يعني انت بتعمل كل حاجه كمدرب حاله اللعيبه بقى يوم المباراه هتفرق معاك كتير قوي يعني بصراحه ماتش السوبر مفيش لعيب في النادي الاهلي مش فايق وماشيه ويعمل كده وتروح ويعمل كده فوقان غير طبيعي ده لولا اصابه الثنائي متولي وياسر ابراهيم كانت فرقت كتير ده وليد سليمان ما نزلش ما انا بقول لحضرتك كسبان ثلاثه ولسه عندك صلاح محسن وعندك وليد سليمان كانت فرقت كتير فانا بقول لك انت حالتك ايه يوم المباراه ده حقيقي وتركيزك ايه يوم المباراه وهدفك ايه يوم المباراه كل ده هيفرق معاك في المقابل بقى فريق الزمالك ايه الخط اللي ممكن يكون عامل قلق او الخط اللي انت لازم تعمله الف حساب شوف انا شخصيا عندهم نص ملعب وفراوده كويسين وعنده كم كبير من اللعيبه عنده نص ملعب بلغه الكوره رزل بلغه الكوره رزل يعني نص ملعب رزل يعني سواء طارق حامد فرجاني لو لعب روزلا عنده فرود لاين فرود مش وحش تقصد ده مصطفى محمد لعيب كويس بن شرقي لعيب كويس عمر يعني قصدي
يعني عندهم امكانيات كويسه. امكانيات كويسه. خط الظهر الى حد ما. الى حد ما يعني هم كتيم برضو مش قليل، تيم كبير وتيم متماسك وتيم في مهارات فرديه كمان تفرق كويس، لكن زي ما قلت لك الحاله الفنيه بتاعت كل واحد يوم المباراه، يوم المباراه وعنصر التوفيق وعنصر التوفيق. وانا هلعب عليك ازاي، يعني هلعب عليك ازاي، دي هتفرق كتير جدا 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 معانا. وان شاء الله انا زي ما قلت لك الواحد بيتمنى من كل قلبه ان زي ما اي حد زملكاوي يتمنى ان الزمالك بيكسب، احنا نتمنى ونقول يا رب النادي الاهلي يوفق في المباراه ونطلع كسبانين، فرحوا جمهورهم، هتديك دفعه معنويه لطول الدوري، هتبعد المسافات. لا وفيها ميزه كمان، انت بعد مباراه القمه عندك مباراه في الدوري، بعد كده هتريح، الدوري هيقف 35 يوم. انا بقول لحضرتك فانت بقى 35 يوم تقدر تشتغل بقى على الاصابات، وتقدر تشتغل على ترجيع اللعيبه، وتقدر تعمل كل حاجه، وصفاء ذهني كمان، الجمهور ما بيبقاش ضاغط عليك بقى في نتيجه مباراه حصلت من اسبوع ولا حاجه، معني وتفضل انعكاسها عليك لمده شهر. مع ان في حاجه عايز اقول لك مهمه جدا، وحصلت السنه اللي فاتت، وحصلت في سنه من السنين، احنا اول ماتش مره في سنه من السنين اتغلبنا من الرجاء، كان لسه صاعد. كان مع كان جريدو؟ جريدو كان جريدو كان اول ماتش في الدوري واتغلبنا من الرجاء وكان لسه صاعد. الدوري نفس طويل. الدوري نفس طويل حقيقي. انا مش عايز اضغط على اللعيبه، ولا الجمهور يبقى ضاغط ولا مضغوط، ده مهم جدا صح. ليه؟ مباراه بثلاثة بونت، انت قدامك لسه مشوار طويل، 30 ماتش زياده، في النهايه انت عايز تبقى البطل، بص تملي على البطوله، ما تبصش للمباراه، ما تبص هي مباراه قمه ودي ليها حسابات خاصه وليها، لكن في النهايه هي مش نهايه العالم. هي مش نهايه العالم، تمام، مش نهايه العالم، انت في النهايه ربنا يوفق تكسب تبقى كويس. لا قدر الله لو حصل العكس لسه الدوري طويل قوي. طيب. انا السنه اللي فاتت كنا فرق 17 بونت وصلنا وخدنا البطوله وفي الاخر احنا اللي فرحنا وبقينا الابطال. طيب بعيدا عن التمنيات، ليك توقع نتيجه؟ اخر سؤال. صعب مباراه خارج التوقعات. انا بالنسبه لي تمام، بالنسبه لي خارج التوقعات، وانا بالنسبه لي برضه لا صعب جدا يعني. شكرا لك كابتن امين وبالتوفيق لك يا رب. شكرا محمد، واتمنى ان انا ابقى معاكم دايما، ودي قناتنا وقناه النادي الاهلي، منور بيتك اللي دايما، اللي كل الناس بتحبها وكل الناس بتتشرف بيها، وده تاج على راسنا كلنا يعني. الله يخليك كابتن امين، وبالتوفيق دايما ليك يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. حلقه كانت مميزه جدا ومهمه جدا مع اثنين من نجوم النادي الاهلي، كابتن محمد الزيات والكابتن امين عرابي. تتواصل الاجيال، لكن يبقى في النهايه النادي الاهلي بيفرح جماهيره في كل الاحداث الرياضيه سواء المحليه او الافريقيه. عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت الجاي، مباراه نادي الزمالك، مباراه خارج الحسابات خارج التوقعات، مهم جدا من الجمهور من اللحظه دي لغايه مباراه السبت الرساله اللي توصل للفريق بالكامل وللاعبين. المباراه صعبه، المباراه يعني فيها كل الظروف اللي ممكن تحصل في اي مباراه كره قدم. الشكل اللي احنا ظهرنا بيه في بدايه الدوري مش مقياس للمرحله الجايه، لسه الموسم طويل ولسه المباريات كتيره، ولسه مباريات الزمالك لسه كمان هيبقى فيه اكتر من مباراه، فبالتالي مهم جدا نوصل رساله ان لسه المرحله الجايه عندنا مشوار طويل جدا، لسه محققناش حاجه، لسه الدوري في بدايته. مهم جدا الرساله دي تبقى من الجمهور لكل لعيبه، عشان الثقه احيانا 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 بتنعكس بشكل سلبي جدا. ده مهم جدا، ودورنا كاعلام ان احنا نوصل ده، دور الجمهور ان هو يكون واخد الانطباع ده. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه السبت، نقدر نعمل نتيجه كويسه وثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار الدوري العام. الى هنا تنتهي الفقره الاخيره والبرنامج الاهلي الليله، والتقي بكم ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.